في الكره النسائيه والدوري والجداول تم اعلانها، منافسه شرسه، انديه كبيره جدا بتتواجد زي الاهلي والزمالك وانديه اخرى. يعني تعليق ايه بقى على دوري الكره النسائيه، خاصه انه شيء يحسب ان احنا خلاص وضعنا النواه الحقيقيه؟ والله الحمد لله، فضل ربنا وتوفيقه، احنا شغالين بقالنا سنتين على تطوير الكره النسائيه في مصر طبعا، والنهارده بنقول ان دوري الكره النسائيه لاول مره في مصر بوجود ديربي الكره في مصر، الاهلي والزمالك، وان شاء الله اول مباراه هتبقى ليهم مع بعض يوم 4 اكتوبر بين فريق الاهلي وفريق الزمالك، وده اكيد طبعا بيقول ان في جماهيريه كبيره هتبقى موجوده للكره النسائيه، لان طبعا الاثنين انديه جماهيريه، وده اللي كان بينقصنا في الكره النسائيه، ان يبقى في جماهير بتدعمها كتير، وان شاء الله باذن الله نشوف موسم مختلف ومتميز، في كمان لعبات على اعلى مستوى، في شغل كويس جدا للبنات كلهم. كمان عايز اقول ان كمان اختلف كمان ماركاتو البنات في الكره النسائيه بقى بشكل مختلف جدا، فيعتبر السيزون ده سيزون مختلف ومرحله انتقاليه للكره النسائيه في مصر كلها. شوف بقى في تسويق للدوري بشكل عام هيتم اذاعته ان شاء الله باذن الله، اكيد ده طبعا بيشتغل على كل النواحي الاهتمام بكره القدم النسائيه، سواء كان بس مباريات او كمان سبونسر للدوري او كمان وجود مباريات كلها ثابته، ما يبقاش في تاجيل كتير في الدوري بتاعنا. مهتمين جدا بشكل الدوري الكره النسائيه انه يكون على اعلى مستوى يليق باسم مصر واسم جمهوريه مصر العربيه ان شاء الله باذن الله.